في موضه ملعونه طلعت عند الستات ان هم يحلقوا حواجبهم خالص ويجيبوا حاجه كده في سمك شنب الراجل يحطوها كده تاتو. ايوه بتظهر بشكل قبيح جدا وللاسف بقت موضه منتشره بشكل يا دكتور انا مش مصدق ازاي حد يبقى ربنا مديله حواجب طبيعيه وتتشال باكملها ويتحط مكانها رسمه، وهذه الرسمه تفضل تجددها مره في الثانيه في الثالثه. ده بالتاكيد ليه ضرر على العين، على الحاجب، على الراس، يعني المنطقه دي كيف تتاثر سلبا بهذا الامر؟ طيب يمكن ده اهون شويه من موضوع اللي كان بيحصل زمان، ان هم كانوا بيعملوا تاتو للحواجب، كانوا بيشيلوا الحواجب بشكل كامل وبيعمل مكانها تاتو او دق وشم. للوشم. الوشم ده مشاكله كانت كتير جدا 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 على راسها، ان عشان يحصل الوشم لازم في ابره معينه كده تخش في الجلد، تدخل تزرع في الجلد نوع من انواع الحبر وتدخل الحبر ده في الطبقه العميقه من الجلد. ده بيأثر طبعا على العين جدا. رقم واحد، الابره اللي داخله دي ممكن تكون ملوثه، لكنها ممكن تنقل امراض زي التهاب الكبد الوبائي او لا قدر الله مرض نقص المناعه. ولو ما اتنقلتش عن طريق الابره، في انواع من البكتيريا بتنتقل عن طريق الايه؟ عن طريق النوع ده من الحبر اللي بيدخل. لدرجه ان منظمات الصحه العالميه او منعت الناس اللي هم عاملين تاتو من التبرع بالدم لفتره مش اقل من 6 شهور، وبعضهم منع خالص اللي عملوا موشم. وبعض الشركات العالميه لما بتيجي توظف حد بتقعد معاه وتبص على جسمه وتشوف لو في تاتو، تقريبا بيمنعوه ان هو عشان دمه ملوث يدخل في الوظيفه قد دي. يكون حامل قد لكن يكون، مش يعني خلينا ما نعملهاش يا مصطفى لان الموضوع رقم اتنين شديد الانتشار. ده حقيقي. رقم اتنين من الاثار الجانبيه، دخول الابره دي جوه الجلد، الجلد بعد كده بيبدا يتفاعل ضد الجرح الصغنون اللي حصل ده، فممكن يعمل زي ندبات كيلويدز او انواع معينه. انا كان عندي حاله لسه كان عندها كيلويد عميق جدا في منطقه الحواجب. ساعات بيحصل رد فعل متاخر، مش لازم يحصل دلوقتي، ممكن يحصل بعد 3 اسابيع او بعد 20 سنه يحصل في المكان ده، وتيجي تقول لك انا كنت عامله تاتو او عامله وشم زمان. دايما بقول الوشم او التاتو بيتعمل بالظبط في 3 دقائق وبياخد 3 سنين عشان يتشال. بنقعد نشيله تقريبا في 10 او 12 جلسه، بتبقى مؤلمه جدا، مكلفه جدا. ودايما بنصح لو حد عاوز يعمل تجميل يلجا للتجميل غير الدائم. التجميل الدائم ده كان موضه زمان، دلوقتي مش موضه، كلهم بيحاولوا يشيلوه ويعملوا زي ما سعادتك قلت اللي هو المايكرو بليدنج، اللي هم يبداوا يرسموا شكل الحواجب. يمكن ده ضرره او خطره اقل شويه لانه ما بيخترقش الجلد. ده اهون شويه من لان مفيش ابره بتخش جوه، مفيش ابره دخلت ولكن ممكن العدوى تنتقل عن طريق البكتيريا، او يحصل نتيجه الحبل اللي بيتعمل بيه ده يعمل نوع من انواع حاجه اسمها الحساسيه التلامسيه، وتورم للعين وتعمل لي ساعات التهاب في الوجه. طيب يبقى خلينا نقول ان الاقل ضررا في كل البحث عن رحله البحث عن الجمال والكمال اللي بيلجا لها الانسان بصفه عامه مش للسيدات فقط، هو التجميل غير الدائم السطحي اللي بنتكلم فيه، المؤكد نتائجه من خلال ابحاث او من خلال حاجات تكون موافق عليها من قبل منظمات الصحه المختلفه يا دكتور، لان الموضوع برضو مش هين.